كشفت هيئة حقوق الإنسان عن تزايد قضايا التحرش الإلكتروني بالأطفال خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا، وأوضحت الهيئة أنها لاحظت زيادة في عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الإلكتروني خلال الجائحة، حيث كانت بعض الأسر تطلب المشورة في التعامل معها. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الخبر معي على الهاتف الأستاذة نورة الحقباني، وهي المتحدثة الرسمية لهيئة حقوق الإنسان. أستاذة نورة حياك الله معنا في أهلا. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. يا أهلا. كيف تم رصد فكرة التحرش بالأطفال من خلال الألعاب، وكيف تم تواصلهم أو تواصل أهاليهم وأخذ المشورة في هذا الجانب؟ صحيح. التحرش ضد الأطفال بشكل عام يمثل انتهاك جسيم لحقوقهم، ولا بد من مواجهته وحماية أبنائنا وبناتنا من مثل هذه الممارسات المنحرفة، واللي تجرمها الشريعة الإسلامية وكافة الأديان السماوية، وتجرمها أيضا الأنظمة والقوانين الدولية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز التوعية به على مستوى الأسرة والمجتمع والمؤسسات. احنا بشكل عام في هيئة حقوق الإنسان نتطلع في ظل اهتمام رؤية المملكة 2030 بالطفل لتحقيق شراكة فعالة بين جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أيضا اللي تعنى بالطفل، ووضع خطة عمل مشتركة للتوعية بأخطاره، واتباع أيضا خطوات جديدة لتحسين نوع المساعدة والدعم المقدمان لأسر الضحايا قانونيا ونفسيا وطبيا. بالنسبة لآلية الرصد في هيئة حقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان تستقبل القضايا كما يعني تستقبل قضايا تحرش بالأطفال كما تستقبل غيرها من الشكاوى، سواء حضوريا للمقر أو عبر الموقع الإلكتروني أو عبر أيضا البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف والاتصال على رقم الهيئة. جميل. بمعنى أستاذة نورة، اللي يواجه أي قضية مماثلة يستطيع أنه يتواصل مع الهيئة خلال القنوات اللي أنت ذكرتيها. الهيئة وش دورها في هذا الجانب؟ بالأكيد طبعا الهيئة تتصدى يعني لكل الجرائم اللي يتم الإبلاغ عنها ويتحقق من صحتها، تتصدى لها الأنظمة كما تتصدى لها الأنظمة في المملكة في مقدمتها القضاء، وتقوم الهيئة بمعالجتها وفقا للإجراءات النظامية عبر تقديم الدعم والمساندة للمشتكي والتواصل أيضا مع الجهات ذات العلاقة. أستاذة نورة الحقباني المتحدثة الرسمية لهيئة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. في اليوم